لأنه أجمل فرحة بتخلق من قلب التعب. نحن قدها، الله معنا، رح نعبر سوا. لأنه الوقاية بتمنع الندم. نلتزم ببيوتنا، منحافظ على المسافة، بشوية صبر نعبر سوا. ولأنه ما بدنا نفقد أحبابنا، منضلنا نغسل أيدينا من أجل سلامنا وما نلمس وجوهنا. بالوقاية نحمي حالنا، أهلنا وولادنا. بالوقاية منخلص بلد بكامله، والموضوع مش مزحة. بالوقاية منخلص بلد بكامله.